في الشأن التربوي، وتزامنا واقتراب الامتحان الجزئي للبكالوريا، اختار الطلبة المقبلون على اجتياز الشهادة المراجعة الجماعية بمركزي الترفيه العلمي في عنابة للتخفيف من الضغط والارتباك رغم مشقة الصوم. نتابع. لم يشفع تعب الصوم ومشقة الحر لهؤلاء التلاميذ من أخذ قسط من الراحة، لأنهم مقبلون على اجتياز الامتحانات الجزئية للبكالوريا. هم ملزمون بالمراجعة في هذه الظروف. كما نقول لك سما كان مطر مع الصباح وبليجي لك تلفزي صباح. كنا راك في الليل راك بيان تلفزي في الليل. درك سما حنا درك انا بدينا على الصباح سما راه باش على الاقل نوزنوا شويه الظروف اللي حنعقبوا فيها درك احنا الباك. سما كنت تبقى تلفزي في الليل امريكا مش قاعد تعقب الباك في الليل درك انت حتعقبه في الصباح وفي السخانه وراك صايم تعقب. هي درك مع رمضان واحد الصيام وما كانش وقت ياسر وكتشوف درجه الحراره مرتفعه ياسر وصعيبه بها تريفيزي قد بها صعيبه الواحد شويه يسكن بعيد ووقت قصير شويه. يتجه المترشحون المعنيون بالإعادة الجزئية إلى مركز الترفيه العلمي بعنبة بغية المراجعة الجماعية، فذلك يخفف عنهم قليلا من الضغط. مالجيري سخانة ورمضان وكلش بس احنا قاعدين نعاودوا انا نريفيزي ومع فكرة صعيبة ياسر بس كنت تعبنا عقبناها عام ونص احنا قاعدين نريفيزي احنا ما دابينا تعاوننا في التصحيح. التلاميذ وجدوا أنفسهم مجبرين على مواجهة هكذا ظروف تسبب فيها من قام بتسريبات المواضيع.